السلام عليكم، انا عبد الرحمن. اليوم نلعب لعبة سبايدر مان مايلز موراليس. وقبل ما نبدا صلى على النبي وخلينا نبلش. طبعا يا شباب ان شاء الله انه الفيديو الاول نزلته بدون صوتي، بس هذا الفيديو قررت بصوتي ان شاء الله يكون احسن. بسم الله خلينا نبلش اللعبة. صراحة أنا كثير متشوق، كثير حلوة، حابب كثير ألعبها معاكم، ويعني حماسي. طبعا عندنا مهمة نروح نشوف صاحبنا بالمنطقة المدرج، رايحين نشوفه. مش هتعود عليك وانت بتعمل كده. ايه ده؟ بص، هدية كريسمس من سبايدر مان. افتحها. صاحبي البسها، هغطي عليك. ايه؟ ما شفتش حد بيغير لبسه في سنترال بارك؟ طيب شكلي ايه كده؟ واو، هاي بدلة جديدة. واو واو، جد واو. مايلز موراليس، مبروك واهلا بيك لأول بدلة خارقة ليك. نايس، خلينا نشوف. روح شمال المدينة عشان الجزء الثاني من الهدية. واو، هاي في لبس تاني. اوكي نبلش نشوف. دي بس نص الهدية. ايه النص التاني؟ هبقى اقول لما الاقيه. اروح نشوف شو النص الهدية. هو ده المكان؟ بيت جهز معدات كتير. نشوف شو حط لنا بيتر. مايلز، استعد الاول تحدي تدريب هولوجرامي ليك. التحديات دي في كل حته في المدينه، وبتركز على حركه جديده او اسلوب جديد. ده بيركز على الارتجال الاكروباتي. روح للمكان عشان تبتدي. اقتلكم كلكم. شاشات الموت السرقة. ملايين المعدات ممكن نبقى. لا بقى سبايدر مان دمروه وخدوا المعدات قبل شوية تتربع. هو انتوا بتحبوا تتضربوا؟ صح، تمام، يلا بينا. خلصوا على عنكبوت وهاتوا المعدات، هنعمل ثروة كتير. معلومة بس، في تقنية خاصة بسبايدر مان بشكل رسمي، مش مسموح لكم تبيعوها تاني. افتح سلاحك، افتح تاني، افتح سلاحك. افتح الناس كل شفافين. ازاي الناس كل شفافين؟ جاي الدرع، جاي الدرع مع سبايدر مان. شارع التحسين هو اثرا لحش عظيم. بدل واحد كرم. اوكرا حلو. لحظة، هو ده وشك؟ دي مش نكتة، دي صدمة نفسية مباشرة. الضرب يلا قريب، هتبقى زي المختلفين. المفروض تاخدها عندي. الدرم عليك. كفاية كده على حرمية المعدات، هصلح محاكي التدريب. كشف. خطأ في النظام. اجوا عطلوا لنا المحاكي، المحاكي اللي بدافع عنه. ممكن اشغله من جديد. حلو. اكتر من هيك بس 5 دقايق تلاقي. بس يلا مش مشكلة. شكل بيت عمل تحديات تخفي ومرجحة وقتال. ايش علمونا؟ اعتقد انك لازم تروح تبص بصه على ساحه روكسون وانت في طريقك للبيت. انا لسه معدي، بس انا متاكد ان في حد بيقتحم المكان. تمام، هتاكد. عايز اعرف اكتر عن قدرات سبايدر الجديده بتاعتك. بيتهيالي ده تفريغ الكهرباء الحيويه او كهرباء استاتيكيه بشحنه كبيره. اوه، لازم نديها اسم. ايه رايك بقوه صاعقه؟ عشان يعني بتطلع صاعقه. لعبت ماستر كثير، كان جربت سبايدر مان مايلز موراليس، وانا متاكد انها راح تمتعني كثير. متاكد. اهلا، انا سايمون كريجر، واللي جنبكم ده يبقى مفاعل النيوفورم. لما يفعل هيصدر طاقه كافيه علشان تشغل هارلم كلها دلوقتي. اكيد بتقوله سايمون، ازاي ده هيحصل؟ أوكي. الإجابة النيو فورم. أوكي.
اسطوانة واحدة بس من مصدر الطاقة الثوري ده يمد هارلم بطاقة نظيفة وأمنة للخمسمائة سنة اللي جايين كلهم. قريب هنفتح مفاعلات في منهاتن كلها وبعدين العالم كله. استعدوا لكوكب طاقته نيو فور. روكسون لخدمتكم. ايه ده شباب؟ انا مع كل كاتسين راح اسكت عشان يكون يحكوا هنا فاهم نسمع لهم. اوكي يعني بصراحه مفيش اثر لحد، كاسرين كذا حاجه يدوروا على حاجه معينه. عايز فيش دمار راح يصير نشوف. الله يستر. عملوا بحث عن النيو فور. او شيت بتذكرهم. اتذكرهم من سبايدر مان نايت ذا سمارت. اي قصدي هاي سماري ماستر. ده المعذبين فعليا. شكلها كده ليله مش فايده. الله عليك ابتهاب حماس، ابتهاب حماس. تقنياتهم هايله بس الصاعقه فعلا مدمره. ايوه جانسي عنده حق، الصاعقه اسم حلو. اوكي ده المتذكر. أسمت شباب قوة الصاعقة بتاعتي بتدمر أسلحتها بس بعديها بتتجدد تاني. يعني هلكم ليش ما هلكم؟ عرفت أصيبه، هو مصاب. شكل قوة الصاعقة بتاعتي بتعطل أسلحته. فكر بسرعة. هلكم وين طيرني نار؟ لا عندك حق، عملية اقتحام بيدوروا على النيو فور. نيو فور؟ لسه ما تفعلش، بيتكلموا عن شحنات. غريب، غريب جدا. بقولك أنا اشتريت طلبات الفيزا اللي أمتك عايزاها، بس هي بتسأل أنت فين؟ العشاء تقريبا جهز. يا خبر، تمام، أنا هحاول أنجز، شكرا يا صاحبي. دكش لا موت يا زلمة. تعال مش هتخلوننا ما يوصلش للباقيين. تعال طب يلا انت طير، شو رايك تطير؟ تعال طلق منين خلاه؟ أيا كان ده إيه؟ هلكم. حاسب. هلكم. كسر. هو مش حسابي. كانوا بيراقبوا شحنات النيو فور. أوكي. بس ليه؟ أمن روكسون. هيكملوا من هنا. ممكن أشوفه بعدين. لازم اروح، حاسس ان نفسي في عشاء كريسماس دلوقتي. اوكي اف الجو برد زياده هنا. الله عليك يا ميدس. ايه الحلاوة دي؟ ابني ده وسيم قوي. شكرا يا ماما. عزمت ضيف النهاردة، ممكن تجهز الشقة وتشغل مزيكا تظبط الجو. ناجا فعلا مدير الحملة ليلة الكريسماس. تجمع بكرة مش هيجهز لوحده. شكرا انك جهزت الشقة. الو يا ناجا، هو احنا معانا تصريح عشان بكرة؟ يا ترى بابا مسك الراجل ده؟ ليه قاتلت فايتنا معامل ناس ما شفتهاش من ساعة موضوع البلدية.
البوم بابا كان بيشغل الاسطوانة دي كل يوم حد مع القهوة. هيك حلوة عشان ابو الميت هرب. شغل ايه يا دي جي؟ احسن اسطوانة في الوجود. ممتازة. بسيطة وكلاسيكية. ما كنتيش بتحبي الجاز وانا صغير؟ بابا تعلمني احبه. 15 سنة في بروكلين من غير مشكلة، وبعدين نروح هارلم. ها؟ يمكن دي علينا. درن اون ايش؟ هو قال ايه؟ لا لا مش مصدقة. مبسوط ان شجرة بابا موجودة. وانا كمان كان بيحب الشجرة دي. الكريسماس ما ينفعش الا في بروكلين. وحشتني الجملة دي. جرس الباب بايظ بقاله سنين. مايلز ممكن تفتح؟ اكيد. اهلك عاملين ايه يا كاندي؟ الباب فين؟ هاي صلحت لك الجرس. مبسوط قوي اننا اتقابلنا. عاملة ايه؟ بقالنا مثلا شهور حاجات اتغيرت. ايوه ده حقيقي. ده ضيف الشرف بتاعنا. يلا بينا انتوا الاثنين، الاكل قرب يجهز. فن مبسوطة قوي انك عرفتي تيجي. شكراً على العزومة يا طنط. وحشتينا ووحشتي هو تحديداً. أهلاً. فين؟ ده اسمه جانكي، صاحبي في أكاديمية بروكلين فيجنز. جانكي دي اسمها فين، أعز صديقة ليا، أعز تاني صديق. أيوة، أنتوا كسبتوا في معرض علوم إعدادي في الولاية صح؟ عملتوا محاول طاقة؟ نحس. الله عليك. الكهرباء في العمارة كلها خربانة بجد. هشوف دايرة الكهرباء. شكرا. تمام، كريسمس على ضوء الشموع ان شاء الله. منورين من اول ما طفت الكهرباء. بيعجبني الشغل هذا. مش حلو، تقريبا مفيش كهرباء. تقريبا الكهرباء قطع عند الكل. خلينا نشوف لو باين حاجة من مخرج الطوارئ. انت بتقدر تحلها بقدرتك اتوقع، المفروض. أكيد مش هتقدر توصل للمحول من هنا إلا لو كنت ملزق جدا. أوكي، واحد يشوفك بس في تسكن. أوكي يلا. الكهرباء الحيوية ممكن تخلص على راينو، بس هتنقذ 10 كريسماس. يلا هتوقع نبعد. يا خبر، الأنوار قوية. ما فكرتش في ده، لازم ارجع بسرعة. بسرعة بسرعة اركض على كورتو. جانكي يشغلهم اكتر. مش هون. يلا يا جانكي. هو مايلز لسه جوه؟ طيب لو اتصورنا دلوقتي. ايوه عارفة، احنا لازم نوثق اللحظات. مش هنستنى مايلز؟ لا بيكره يتصور. تمام، الكل في الصورة مستعدين. صورة جميلة، صورة جميلة. اوه اهلا مايلز. مين ياكل؟ اقعدوا انتوا لو سمحتوا، انا هتصرف. ريحتها حلوة. اوكي طرب. ضحكونا معاكم. ايوه الله عليه الطرف. الله عليه. فن قوليلنا ايه الجديد عندك؟ انت لسه في نادي الروبوتات؟ كان لازم اسيبهم، بس انا بدرس التكنولوجيا الحيوية. دحيحة. الكلام ده من واحد بيروح المدرسة وهو لابس وشاح؟ لا كل تلات بس. هو أخوك ريك لسه شغال عند روكسون؟ مش عارفة ازاي ممكن حد يشتغل هناك بعد حملتك الأخيرة. هاجمتي سايمون كريجر بشراسة. ده بيفكرني جانكي، انت مهتمة قوي بمواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تنشر أخبار عن مسيرة بكرة؟ أيوة هنتشهر بالليل متأخر.
أحياناً بحس أن سايمون كريجر هو خصمي الحقيقي. روكسون ليها تأثير كبير هنا، لكنهم مش بيسمعوا لحد غير المساهمين بتوعهم. هارلم محتاجة حد يحارب عشان المجتمع. ده صوت ماما في خطاب الحملة لو مش باين قوي. انتي تحبي تراجعي دول قبل ما نشرهم؟ ايوه، ما تبعتش حاجة. عارف ان راح يلمر الدنيا. طيب قوليلي اخبارك ايه؟ قصدك ايه؟ شكلك مش عارف، مش مركز. تحبي تتكلمي؟ مش الليلة، ده الكريسماس. قولي انت ايه اخبارك في بروكلين؟ قصدي تمام. انت كاره؟ لا، اسلوبك كاره الموضوع بس بتحاول تبقى لطيف. لا، انا ما اعرفش حد هنا وطول الوقت بسأل على الطريق. لازم تلاقي مطعم كويس ومحل حلاقة وكمان ملعب كويس وتبقى فل. طيب ما تيجي نخرج بكرة احنا بس؟ مش مشغول قوي؟ دي اجازة الشتاء كده، هأجل الواجب اسبوع على الاقل. ماشي، هبعتلك. ده معاد مش معاد غرامي، فهماني؟ كصحاب. لسه بتلحق نفسك في الكلام زي ما انت. الله عليك، حلو، شكلها بداية اكشن. المهم. مايلز. صاحي؟ انت صحيت وبتقول له صاحي؟ انا كنت صاحي امبارح وصممت تطبيق لبدلتك الجديدة، تشغيله عجيب، معمول مخصوص، ما شفتش زيه قبل كده. بس دخلت له برنامج عشان اقدر اعدل هيكل التوصيل وبعدين. تمام، انت نمت تاني مش كده؟ مايلز صاحي. ايوه صاحي. ايوه. تقريبا خلص تجميع. سينج انديوز داب. اوكي، شكرا. جاهز تجرب تطبيقي؟ ايوه يا صاحبي، يلا بينا. انا متصل ببياناتك. يلا اختبار مبدئي. سيستم تمام. ما شاء الله، شايف كل اللي انت شايفه. هو انت زي ما بتدوش تمارين كتير. الله عليك. واو. اهلا في سبايدر مان الودود 1.0. التطبيق بيخلي نيويورك تطلب مساعدتك وكمان يبلغوا عن الجرائم. حلو التصميم. شكرا. بص، في طلب اتبعت. مين وين؟ جالك طلب من راجل اسمه ايرون ديفيس. ثانية، ايه؟ ده عمي. هو يعرف انك سبايدر مان؟ واو يا لكشن. اكيد صدفة. اكيد صدفة. انا رايح المترو. عمه طلع. هنشوف عمه. ايه اللي بيحصل؟ اهلا، محتاج مساعدة؟ انا سبايدر مان على فكرة. عارف ايرون ديفيس. أعتقد إن في حد بيلعب بالمستشعرات. وصلتني بيانات غلط من المرحل الرئيسي فوق جراند سنترال. في طريقي. هاي هاي. أيوة، فين سبايدر مان التاني؟ أوه، أصل هو مأجز. ما تقلقش، أنا معاكم. مش واثق فينا. أوكي، مش واثق فينا. هلو، أدي المستشعرات. الله عليك، هاي المستشعرات. في أسلاك كتير جدا هنا. أوكي، هسه لما يعملوا لنا شغله عشان نصلحها. بتتزوج؟ اوكي. البلاك دي اخرها فين؟ اوكي، هيها هون. عليه نفسه. اوكي، مين هذا؟ احا، ايش بقولوا لي؟ هي، اهلا بيك انت. هلقوا يا زلمه، خلصنا منك على السريع. في حاجه بتشوش على محولات الاشاره. ابدا. هنشوف شو القصه. اوكي، هذول هم. النية دي غريبة، بكره هعمل كده. بس بخرب. ما شاء الله عليك.
المستشارات ظبط. عملت ايه؟ شفت شغلي مع الشخص المخرب؟ هما شكلهم كده سابوا شويه من حاجاتهم. اوكي شو الشرامية تركوا؟ ثانية هبقى اتصل بيك بعدين. وات؟ شو هاي الشغلات؟ اوه هعمل بيها متتبعات الهولوجرام بتاعة بيت. اوكي ايش هعمل؟ وقت تجربة متتبعات الهولوجرام. اه هاي ألقوا يا مجتمع يا سيري، مش هنبطل نفاجئ بعض ولا ايه؟ تعال يا سيري، تعال منيش غير سلاحك. ايوه مين اللي بيشتغل علي؟ خطتك الاخيره انك تسيرها. اوكي عندي خطه كيف ألقوا وقعوا هنا على الارض. سبايدر مان نتيجة زمن على سبايدر تمام مان. يا ريت الاوتورات تشتغل تاني، لازم اسال عمي ايرو. يلا اساله. ايوه اهلا استاذ ديفيس، ايه الاخبار؟ عندي اشارة بس مفيش اي قطر على السكة، اكيد في حاجة اخر الساحة. المجتمع السري خربوا مستشعراتك. بيتهيألي روكسون عمرها ما استخدمت المترو لنقل النيو فورم. روكسون؟ نظام المترو معمول عشان ينقل الناس مش البضايع، بس الخط ده اتحدث لما ساحة روكسون دخلت الموضوع. يعني بيستخدموها في الخباثة. هفضل ورا الموضوع. طيب انت جبت سيرت اخوك، فين بقيت عيلتك؟ بقالي فترة ما قابلتهمش، كان لازم اعمل شوية تغييرات لاني اشتغل الشغلانة دي، بس وحشيني وتحديدا ابن اخويا، كنا بندمج المزيكا سوا. ممكن تقدر تشوفه تاني، قصدي تشوف عيلتك. اتمنى فعلا. ايوه لازم اروح احارب المجتمع السري. سلام. المجتمع السري بيخربوا كل حاجه، هوقفهم من غير دوشه. شغلها بسرعه، لازم عايزنا ندخل ونخرج بسرعه. الحاجه دي بتاخد وقت. ايه الصوت ده؟ يوالكو انت انتهيت. اسكان ايوه اخلص منه على البدء. لا تقعد في ليل، تقعد في ليل. ما تبصش ما تبصش. ها وقت تجربه القناع المساعد. اوكي حولت اقدر امشي وراها. لا في ليل لا اكشفك. تينكر عمي قال لي هو ده الزعيم بتاعهم. دلوقتي هروح ارجع الاطارات على السكه بايدي او بالشبك. اوكي هستخدم القرص الدوار ده. الف القرص في القرص الدوار واسحب العربيات بالشبك، اكيد هنجح. اتجه كويس. شوف الباقي بقى. شوف الباقي. المجتمع السري بيدوروا على شحنات النيو فورم وبعدين يعطلوا المترو. ممكن يكونوا بيحاولوا يمنعوا النيو فورم انه يوصل للبلد ولا اوكي ما صح كده. رجعت القطر على السكة. بحكي كانت مقلتش اللعبة. دلوقتي محتاجة طاقة. كانت مقلتش اللعبة. بوظوا وحدات التحكم هنا كمان، بس المولد سليم. اوكي صلح خاوة. هستخدمه عشان امد الكهرباء للقطورات. تقريبا الشبك بيوصل كهرباء. ايش هسه؟ يوز تو جنريتر اي. اوكي اي اوكي فهمت. اشتغل يا محطة نيويورك.
الأخير قلت شكرا والله رضي وش ظني ساعة قد بعمل أكثر شو بسوي. يا أستاذ ديفيس في أي جديد عندك؟ الدنيا شغالة تمام جدا. شاطر يا ولد. مبسوط بمساعدتك. لو حصل حاجة تانية اكتب ملحوظة في التطبيق. لحظة واحدة معايا حاجة يمكنها. هي بسيطة بس عشاني؟ دي أقل حاجة ممكن أعملها عشان الشخص اللي أنقذ وظيفتي. حلو حلو دلوقتي هرجع بقى. ازيك يا مايك؟ لسه واصل اوروبا. قول لي عن يومك الاول كسبايدر مان لوحدك. كويس اكتشفت مؤامره في الحي عندي. طبعا عندك خطه؟ بحاول اخطط وانا شغال. هي دي اهم حاجه في سبايدر مان. لو احتجتني اتصل بيا. بيني وبينك مرات بس تمام. طبعا يا صاحبي. وشكرا على الهديه تحفه. استحقها. ام جي محتاجاك. لازم امشي. سلام. بقول لك ايه، حوار انك صلحت محطه المترو سمعت قوي على التطبيق. عندك طلبات كتير قوي، يعني مثلا في من محل تيو. الراجل ده تحفه. لازم اشوف الحوار ده. دلوقتي المدينه معتمده عليا. احنا تقريبا التطبيق رقم واحد في المدينه دلوقتي. ابقى بص عليه لما تخلص موضوعك مع عمك. هو لسه ما يعرفش ان انت صح؟ كذا مره كنت هتكشف بس لحقت نفسي. هشوف التطبيق لما اخلص. سلام. اهلا سيد ديفيس. خلاص قربت يا سبايدر مان. لازم تنجز. المجتمع السري هنا بيحط قنابل على السكة. قنابل؟ بجد؟ ما عجبهمش انك بتصلح الحاجات. هوصل هناك في اسرع وقت. خلي بالك وما تخرجش بره. وعليك شوي ولا عليك. لازم نطيب. اتمنى الشبكة يرفع. تمام عليك. فيش قنابل؟ نروح نخلص من الرجالة. واحدة كمان عند التقاطع. هربوا؟ حاضر. تعال لكم. فاضل واحدة. بسرعة 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 بسرعة. طز فيكم مجروني بس ترى نشوف قنابل يتفجر. يعني امبارح بالليل تعرف ان النيو فورم هيتنقل بالقطر والنهارده تهاجم القطر ليه؟ عشان توقف النيو فورم؟ عشان تسرقه؟ قلكم يا زلمه قلكم. هذا النار. تعرف هاي الحركه؟ نجحت يا ولد. القطر رجع اشتغل والمجتمع السري انتهى. شاطر قوي. حلو انا بحب الشغل الزي. لازم امشي بس اتبسطني قابلتك شخصيا. القطر الجاي هيوصل خلال 5 دقايق. اوكي يا ديفيس. مش مشكله يلا. انت كويس سيد ديفيس؟ ايوه شكرا ليك. اتفضل. اشتراك مترو لمده سنه واحده. شكرا. انا قلت الاسم صح؟ عرفت. تمام انا همشي. ثواني يا مايت. انا شكيت لما شفت الاخبار امبارح. شفت الحركات اللي عملتها بتلعبهم يمين وشمال. افتكرت وانا في الحديقة بلعب معاك انت وباباك. ما تقلقش مش هقول لمامتك. كيف عرف؟ ما تقلقش مش هقول لمامتك. وعد وعد. تخيل لو باباك يشوفك دلوقتي. غالبا هيتفزع. اكيد هيتفزع. انت بدل سبايدر مان التاني؟ كيف عرف؟ لا هو بس في اجازه زي ما قلت. تمام وساب لك المسؤوليه. ايوه دي مسؤوليه كبيره على سنك. انا قدها. اتمنى بس اسمع لو المسؤوليات كتيرة اتصل بيا حجيلك. تمام؟ تمام شكرا يا عمو. كيف عرف؟ والله خش يا زلمه. بتقول لي انك كبرت. عاوز اقول لك ان عربيتك. اهلا انا
هنا هو. ايه؟ مش انت، القط بتاعي مسميه على اسم سبايدر مان الحقيقي. في حيوانات اقتحموا المكان وخدوا سبايدر مان كمان. دي حاجة تقرف. عرفت راحوا فين؟ هدفهم محطة الكهرباء الفرعية على بعد مبنيين. هلاقيهم وهلاقي القط. اكيد مش هتضر بحاجة. اوكي يا اخوان، عندي شخصية طلع كيف قلت شيء. يستحسن اكلم جانكي لما اوصل هناك. منهم كان بده ساعده والدكان اللي تبعته انسرق. في ناس تبعوا المحل دي وراحوا لاقرب محطة طاقة. غريبة، انا مركز معاك، شايفك عن طريق البث المباشر. تفصل عن المبنى كله. مش يوم حظي، اسف. مين قول للزعيم سبايدر مان هنا؟ انتوا اللي سرقتوا محل تيو؟ فين سبايدر مان؟ مش ليكوا في الجرائم العاديه زي ولا الكم اخواننا طوكيو، لانه طولنا اتوقع. فمبدئيا يعني ايش بده مني؟ فايند ذا وات تشانت. لا 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 لا، ايوه هاي. حلوه الفكره دي بخصوص انظمه الدعم. انت شاطر في حوارات الابطال. انا شغلت له الكهرباء كمان مره. لا انا متفرج عادي. لازم الاقي القط بتاع تيو. ايوه سبايدر مان. ثانيه ثانيه، سبايدر مان تحت فتحه الاسقف. هولد اب. اوكي ناو اي اندرستاند. سبايدر مان لحظة. اعتقد اني عارف الناس دي عايزة ايه. في بنك في الحي ده، مفيش كهربا يبقى مفيش حماية. يعني لو صلحنا الكهربا هنمنع عملية سرقة البنك؟ وقف الجريمة. ثواني اتوقع هيك. خدوها الحركة، خدوها الحركة. ليش بتموتش انت؟ موت يا حمار. اذا معطيني سلاحك شوف موت. شان ايوه هتصرف. هشغل كشافات الطوارئ. تمام، تقدر ترجع الكهرباء لو شحنت باقي الاجهزه الاحتياطيه. حاضر يلا. هسا وين نروح؟ هاي هسا. اوكي كيف كنا؟ لا هود الاتصال كويس. اوكي لازم اعيد توجيه الكهرباء وقت قفل سكينة الكهرباء. واخيرا تعال يا قطبوط ما تخافش. سبايدر مان؟ مش هتاخده. هو انت ما تعرفش ان موت. جانك من واحد. جي جي. خدوا بالكو ده في الهواء. دل يا ابونا. خلي بالكو ده في الهواء. ايوه الكو. الكو. تعال لي هنا. وراك. موتوا يا ثلاثكم. موتوا نهايتك على ايدي. لا 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 والله بنزح. انزل هنا يا تافه. مين اللي بقول هذا؟ خرا عليك خرا يا زلمه. يموت مشان الله. هاي البسه. يلا نخرج يا سبايدر مان. يلا يا سبايدر مان. الله عليك الله عليك يا سبايدر. بقول لك رجعت الكهرباء ومنعت سرقة وسع الطريق لسبايدر مان. الله عليك. ولا لا يا تيو، عندي مفاجأة ليك. فعلا؟ ايه هي؟ سبايدر مان. كنت انا لك سبايدر مان. انت كنت في مغامرة. بابا كان خايف عليك. ايوه انت خوفت بابا.
ايوه انت خوفته. الله ليه خوفه؟ كويس يا سبايدر مان، شكرا. ايوه اهلا وسهلا. طبعا تعال كل يوم. تمام اوكي خش نشوف ايش تركب المحاي. اهلا يا بطيء، فوق هنا مخرج الطوارئ متدمر تماما، خلي بالك منه. اوكي عشان كده كنت عايزة اننا نتقابل هنا بالذات. انت طولت، انا كنت همشي على فكرة. ساعدني، دي محشورة. اوكي الكبسولة الزمنية اتبهدلت معانا. انت فاكر كلمة السر؟ ايوه كانت ثانية كانت ايه كانت؟ بتهزروا؟ انتم لازم تفتكروا الرمز ده، انا مش معاكم على طول. هنفتكر هنفتكر هنفتكر. ايوه ايوه حلو. دلوقتي هنحط ايه جوه الجهاز؟ ها كبسولة زمنية، انا ومايلز اللي عارفينها. عاش، صح كده، كده سر وفي بير. يا ريك هتقبل وظيفة روكسون ولا لا؟ ليه هتاخدها لو انا لا؟ ممكن، مستني العرض. تمام بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة فعلا، عايزيني مسؤول عن طاقتهم الأمنة، وانتوا عارفيني مصدر طاقة آمن هينقذ العالم. بحب الناس المصحصحة. روكسون لو افتكرنا مليون دولار. روكسون ثواني. جد لو افتكرنا مليون دولار. فاكر الرمز صح؟ تسلسل فيبوناتشي. كويس، جايزتنا. قصدي محول الطاقة بتاعنا كان جامد. ده حقيقي. طيب تفتكر لسه في مركز العلوم؟ أتمنى. واو بصي علينا، جوبر سنترال، وريك مؤدب زي عادته. أيوة هو يعني مشغول قوي؟ هو انتوا متخانقين ولا حاجة؟ لا مش متخانقين. فين؟ ما تقلقش فيش مخبيته. احنا ليه قطعنا مع بعض؟ دلوقتي انا اتأخرت، لازم امشي. هي حاسس ان احنا الاتنين عندنا حاجات مخبيينها، لما نتقابل تاني مفيش اسرار. تمام؟ ايوة ممكن لو في معادك. أشوفك قريب يا قصير. أنت عارفة أن أطول منك صح؟ بس مش هنا. والله ما لها دخل، بس يلا ماشي. إذا حبيتوا المقطع، إذا عجبكم المقطع لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. و سي يو.